عليكم مشاهدينا ومرحبا بكم. انا في حسكم جاوب تربح اليوم كما راكم تشوفوا، رانا في الصالون الدولي للكتاب. جينا اليوم حنا ورامي كما العاده، بصح قبل حبيت نقول لكم، حبيت نذكركم باللي اليوم رانا اول نوفمبر، الذكرى 60 لاندلاع الثوره. الله يرحم الشهداء، كل عام والجزائر بخير. حنا ورامي رانا نقول لكم كل عام وانتم بخير، كل عام وبلادنا بخير، والله يرحم الشهداء اللي ماتوا على جال البلاد، وربي يعيش المجاهدين اللي مازالهم يطول في عمرهم، باسكو هما البركه تاعنا. ولولاهم حنا ما راناش هنايا، وحنا ما راناش احرار نتنعموا بهذه العيشه. الحمد لله. تبعوني نشوفوا اليوم حصتنا، نشوفوا الاسئله اللي عندنا، ونشوفوا لي كادو اللي اليوم جابهم لنا رامي. لا بس الحمد لله. انتيا؟ الحمد لله. كانت تخمم واش تقول لي وقتها، واش راكي دارت هكا؟ هاكي مليحة؟ لا بس الحمد لله. جيتي اليوم تشوفي كتابات؟ اه. جيتي تشري كتابات تابعين لقرايتك ولا كتابات باش ديري مطالعة؟ كتابات تابعين لقرايتي، وكاين باش نطالع في الدار. حبي تطالعي؟ اه الحمد لله. الحمد لله، صافي بليزيغ. باسكو جينيرالمون وصلنا دركا بزاف ناس ما يحبوش يطالعوا، والمطالعة مليحة بزاف ومفيدة بزاف، كسا سوا للصغار ولا للكبار. راكي معنا في حصة جاوب تربح، تعرفيها؟ انا نعرفها. رامي تعرفيه؟ جيرامي. جيرامي اه. سير ماشي كش واحد يقرا معاك، راني نهضر على جيرامي. سؤالنا يقول، تعرفي الشهيدة حسيبة بن بوعلي؟ حسيبة بن بوعلي شحال كان في عمرها كي ماتت؟ حنا شفنا في الفيلم باللي ماتت اون ميم طون مع علي لابوينت وهذاك عمر صغيور، بصح شحال كان في عمرها؟ 85 كي ماتت؟ كي استشهدت؟ هي شهيدة حسيبة بن بوعلي. 65 في عز شبابها المخنوقة مسكينة توخذنا فيها. 25 انت اكيد ضربه بالخمسة. لا لا ماشي 25. يعطيك الصحة شيماء. صحة. يسلمك، نتلاقاو في ساعة الخير إن شاء الله. إن شاء الله. يعيشك. السلام عليكم. واش راكم؟ الحمد لله راكم معنا في حصن جاوب تربح، سيغ تعرفوها. الله يسلمك. ألوغ اليوم جينا لمعرض الكتاب. صافي بليزيغ لقيناه معمر اليوم. نقول لكم كل عام وأنتم بخير. ذكرى 60 لاندلاع الثورة، إن شاء الله ربي يرحم الشهداء، نعاودو نقولوها. سي بوغ سا اليوم سؤالنا على حسيبة بن بوعلي اللي هي شهيدة. سؤالنا يقول شحال كان في عمرها حسيبة بن بوعلي كي ماتت؟ كي استشهدت؟ حنا شفنا في الفيلم ماتت أون ميم طون مع علي لابوينت وعمر. شحال كان في عمرها؟ ماتت صغيرة. صغيرة إيه. تعبينا شوية. بريفيكس. بريفيكس. انا لازم تقولوا لي اجابه واحده. ماشي 25 باش نساعدك. وحده قالت قبلك 25 ماشي 25 ماشي 25 ماشي 22. لا ما نقدرش نزيد اكثر. لازم تقولوا لي عمر اجابه واحده. 24 ماشي 24. الله غالب. يعطيكم الصحه. يسلمك. تعرفت خير ان شاء الله. يعطيك الصحه. بخير الحمد لله. سؤال عليكم. حنا ولا غير انا لاباس، كنشوفوكم راكو بيان وراكو تجيو تشرو كتابات، صافي بليزيغ. الله يهنيك كثير. الله يسلمك، راك معنا في حصة جاوب تربح. نعم. الله يسلمك، سؤالنا يقول حسيبة بن بوعلي كي استشهدت شحال كان في عمرها؟ حسيبة بن بوعلي كي استشهدت؟ كي استشهدت؟ الله أعلم، ما لحقتش لي طرون تاعها. بصح شحال؟ اكزاكتومون او هازاغ 29 مبروك عليك، راك ربحت معنا 500000 من عند رامي. 500000 قيمة، حتى ربحت معنا كتب بقيمة 5000 دينار جزائري، والكتب هادو انت اللي تخيرهم. الله يجازيكم. الله يهنيك. مادام جيت لمعرض الكتاب صافي تجي تحب تقرا، سي بوكس رامي وحاب يكافيك ويشريو لك كامل الكتابات باش تقرا. الله يحفظكم ويكثر خيركم على هذه المبادرة. ما شاء الله. الله يسلمك. تجوز معنا دركا لا روبريك نصيحتي.
نعم نشوفوا شنو هي نصيحتنا اليوم، نعاودوا نولوا نجوزوا لا ريبريك مود باس اللي فيها لا جاوبنا جواب صحيح راح تربح كادو واحد اخر كبير ان شاء الله. على ربي باذن الله. نشوفوا نصيحتي مشاهدينا ونعاودوا نولوا. انا اسمك سفيان. انا وسفيان في ركن مود باس. نصيحتنا اليوم في ركن نصيحتي هي حول رجيم الفاكهة لمدة 5 أيام للتخلص من الكرش. يعني مدة 5 أيام ما ناكلو لا خبز لا جواز لا طعام لا رشتة لا والو، ناكلو غير الفاكهة. نبدأو باليوم الأول اللي لازم ناكلو فيه البطيخ صباح كي نوضو وناكلو في الغداء، وفي العشاء لازم ناكلو 2 حبات بنان. اليوم الثاني نقدرو ناكلو 300 غرام من التفاح صباح كي نوضو وعطناش، وفي العشاء لازم غير 2 حبات موز. اليوم الثالث نقدروا ناكلوا البطيخ طول النهار وبالكميات اللي احنا نحبوها. في اليوم الرابع نقدروا ناكلوا 3 حبات موز في كل من الافطار والغداء والعشاء، يعني نقدروا ناكلوا 9 حبات بنان طول اليوم الرابع. اما اليوم الاخير اللي هو اليوم الخامس نقدروا ناكلوا سلطه فواكه طول اليوم، نقدروا نشكلوا فيها تكون فيها تفاح البنان البرتقال الفراولة وكامل الفواكه اللي نحبوهم طول النهار. طبعا اليوم السادس والسابع يكون راحة يعني ويكند. وبصحتكم. مشاهدينا عاودنا ولينا ليكم، ان شاء الله تكونوا استفدتوا من النصيحه ديالنا. ولينا لا روبريك مود باس انا وسفيان ونبداو لي زانديس ديالنا. سفيان لو كان نقول لك الالوان، الالوان بلو روج انوار، ثلاث الوان عطيتني، ثلاثه الوان. لو كان نقول لك الخضراء، زاير الخضراء، تاير الخضراء وتاير البيضاء الجيلا بلانش. بصح جوابنا كان كنا نهضروا على العلم الوطني، العلم الوطني فيه 3 ألوان والخضراء كيقولوا الخضراء هذا هو علمنا. صح الجواب كان غلط، انت ماشي الجواب كان غلط، انت ما فهمتش البرينسيپ تاع المود باس هذه. ما عليناش، رامي هدالك غير 500 ألف يا اخي، تعرف رامي بيان سور. جزاكم الله خير، نشكركم على الحصة هذه، ربي يوفقكم ان شاء الله. ان شاء الله معرفة خير ان شاء الله. ان شاء الله ملاقات خير. يسلمك. مشاهدينا 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 استناوني في العدد الجاي. اون اتوندون نروحوا نشوفوا دركا لا فيديو، فيديو كاك اللي خيرها لنا صالح اليوم. كما وصيتكم ما تنساوش تبعتونا لي فيديو تاعكم ولا فيديو اللي تدي بزاف لي جام لي جاميوها بزاف هي اللي راح تربح معنا كادو من طرف رامي مره كل شهر. ما تنساوش استناوني في العدد الجاي وبقاو على خير. خساره كنتوا قادرين تروحوا بهديه ثانيه من عند رامي لو كان سبتوا كلمه السر، بصح معليش رامي هدالك قسيمه شراء فيها 5000 دينار جزائري. الف مبروك، مع رامي ديما رابحين.